في هذا المستشفى بسبب الاهمال وعطاها ضربه في الراس. قال لي 3000 درهم ولا ما ندخلوه. تحية طيبة إليكم مشاهدينا الكرام. أليس دور الطبيب أن يضمن للمواطن المغربي صحته وسلامته وكرامته أيضا؟ هل يذهب المريض الفقير إلى المستشفيات العمومية ليتلقاه الموت على أبوابها؟ ألا تشفع القوانين أو الأخلاق أو حتى العادات لهؤلاء المرضى؟ هل أصبح الدفع المقدم المالي شرطا أساسيا لولوج من هم في حالة حرجة إلى المستشفيات العمومية؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما سر تكرار وضع مجموعة من النساء الحوامل لمواردهن على أبواب المستشفيات وأرصفة الطرقات؟ وكيف نفسر رفض استقبال بعض المستشفيات العمومية لمن يعجز عن تقديم ضمانات مالية مقابل إنقاذ حياته؟ ألم تنزل بطاقة الرميدي بردا وسلاما على حكومة بن كيران؟ هل فشل نظام الرميدي فيما خلق من أجله؟ نستضيف في هذه الحلقة الباحث والناشط الاجتماعي مباشرة على الهواء من مدينة الرباط السيد ميلود كابوش. نلتقي بعد الفاصل. نرحب مجددا بضيفنا الكريم السيد ميلود كابوش. شكرا على الاستضافة. الجميل وجيد. نستهل حلقتنا بهذا الفيديو الذي يبرز كيف يتعامل بعض الناس مع الحيوانات. نستمع إلى رأيكم سيد ميلود. نحن كذلك سيدي نعتني بالقطط في المغرب والتي نقول لها المشاش، كما أننا نعتني بالكلاب الضالة. وأن هذا الفيديو حقيقة جميل جيد. الآن أعزائنا سنشاهد ريبورتاج يظهر تعامل المستشفيات الأجنبية مع مرضاها. في الدول الغربية تقوم كل المستشفيات العمومية منها والخاصة بإنقاذ حياة من هم في حالة حرجة، ثم تأتي مرحلة الدفع، فحياة المواطن أولا ثم المال ثانيا. إن رفض أي مستشفى تقديم إسعافات أو إهمالها لأي إنسان قد يعرضها للمساءلة القانونية، كما أن الوسائل المستعملة للإنقاذ والإسعاف تستخدم للفقراء والأغنياء على حد السواء. الكلمة إليك سيبيلود، ما تعليقك على هذا الروبورتاج؟ سيدي بدون افتخار أو مبالغة، نحن كذلك في بلادنا اتبعنا ما يعرف بسرير لكل مواطن، أي كما أنه خلقنا مستشفى في كل حي، أي في كل زنقة. أما فيما يخص المناطق النائية والقرى فإننا خصصنا لكل قرية تقريبا طائرتين صغيرتين وليكوبتر. الروبورتاج صراحة جميل وجيد. الآن سنشاهد فيديو مؤلم يبكي له الصغير قبل الكبير. فيديو يحزن ويؤلم ويحز في القلب. لنشاهد جميعا. كي كتشوفوا هاد السيده دايره مات بسبب الاهمال، لان السيده طاحت تقريبا في 9 ونص من جابوها وهي مليوحه هنايا. تعامل معايا معامله الاجرام ديال المجرمين ماشي ديال الطب. الفرن اللي ما بغوش يديروا خدمتهم تضحكوا وانا كنشوفهم بعينيا. ملي نهضرت هزات الفرن اللي يديا وصرف قدمي. والله ما عندي شي واحد هنا المرأة 48 ساعة وهي أنا في السبيطار كتسيل حتى يكمل لها. مع هاد الحد ديال الناس هنا ما داروا معنا حتى حد. جات شافتها الطبيبة ولا لا؟
وانت واحد ما شافها. ما كاين حتى اسعاف اولي، مجرد ملي شافوا الابن ديالي في حاله ديال في حاله الموت. دابا تأدي 3000 درهم ولا ما بغاوش يدخلوه؟ قال لي 3000 درهم ولا ما ندخلوش. عندنا السويدار، ما عندنا حق، ما عندنا حق السويدار. لقد عرفت بطاقة الرميد عدة تلاعبات وغش، حيث أنه لم يستفد منها من يستحقها، بل طالتها أيادي المحسوبية والزبونية. فهل العيب في القوانين أم فينا نحن البشر؟ وهل تحول غالبية الأطباء والممرضون من ملائكة رحمة إلى ملائكة تقتل بدون رحمة؟ ثم لماذا لا يقدم هؤلاء إلى المساءلة القانونية في حالة إثبات إهمال أو تلاعب بأرواح المواطنين؟ ويبقى المرضى من ذوي الطبقة الفقيرة هم الضحايا. الله يعمل مولانا احنا المحسنين، أما الحكومة ما دارت لي والو. ما رأيكم سيد ميلود فيما شاهدتم؟ في الحقيقة ولا سيما أنه سوف لقد ليس جميل وليس جيد. لا عليك سيدي الفاضل، لست هنا لإحراجك. ننتقل إلى السؤال التالي. في رأيكم سيد ميلود، لماذا لم تنجح بطاقة الرميد في استيعاب المرضى الفقراء والمحتاجين؟ سيدي الفاضل، هنا لا بد أن أستمنك بعض الأوراق وأثبتك على بعض الأوراق التي تقول أنه سياسة الرميد أو بطاقة الرميد لم تنجح، لأن هناك مافيا أو كما نقول تماسيح والعفاريت اللي هما داخلة فيهم كما كنشوفوا هنا التعرضيات ديال التأمين، كيدخل فيها كذلك شركات الأدوية، الائتلافات ديال العيادات الخاصة، هادو كلهم سيدي يحاربون التطبيب المجاني. السياسة كما أن بطاقة الرميد عفوا لا تعفي المريض من دفع بعض ملزمات ديال العلاج أو الكشوفات أو الفحص ديال الملف دياله. خلاصة القول، بغينا نقولوا أنه هناك عدة مساعدات كتجي لوزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية من منظمات أخرى، ولكن للأسف المواطن الفقير لا يستفيد من هذه المساعدات. غير جميل وليس بجيد. إذا كان ما شاهدناه يقع في المدن الكبرى والمجموعات الحضارية، فما حال القرى والمناطق النائية؟ في النهاية نقول إن أولوية الوزارة هي صحة المواطنين المتلازمة مع كرامتهم، كما نطلب من الدولة أن تضرب بيد من حديد كل من يستهزئ أو يستهتر ويتلاعب بأرواح المواطنين. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.